سجدت سجدت على أعتابك الآلاء وتوسلت بسمائك الصحراء. سجدت على أعتابك الآلاء وتوسلت بسمائك الصحراء. ولأنت غيث الله ينزل رحمة فتمسكت بردائك الفقراء. يوم الولادة صاح صوت في السماء ثم اعتلى وسط الجنان نداء: يا أيها المختار فصل نجمها فمن السماء نزلت إليك سماء. حاضر. سجدت على أعتابك الآلاء وتوسلت بسمائك الصحراء. ولأنت غيث الله ينزل رحمة فتمسكت بردائك الفقراء. يوم الولادة صاح صوت في السماء ثم اعتلى وسط الجنان نداء: يا أيها المختار فصل نجمها فمن السماء نزلت إليك سماء. تفاحة كانت وجاءت زهرة، جاءت خلفها العلياء. روح النبوة والإمامة قلبها، أم النبي وللكساء كساء. هي بسمة الكرار وهي دموعه، هي جرح قلب محمد ودواء. هي في كفوف السائلين كرامة، هي في دموع السائلين دعاء. في سلمها هي راية بيضاء. يوم الولادة كان قلب محمد نبضاته زهراء يا زهراء. وإذا بصوت الوحي يهتف باكيا: يوم الولادة جاءت الأنباء، هذه البتولة سوف يكسر ضلعها ولصفعها تتجرأ الأعداء. وبباب هذا الدار يسقط محسن ستسيل من أجل الأذان دماء. النار تحرق دارها وبدارها مذهولة تتراكض الأبناء. ما زال صوت الوحي يهتف باكيا والدمع في جفن الرسول رثاء. ما زال صوت الوحي يهتف باكيا والدمع في جفن الرسول رثاء. حيث انحنى المختار ينعى بنته، في الباب تعصر وردة حمراء. نزلت تهز المهد دمعة مريم، وكذا تقبل خدها حواء. وخديجة تبكي وتنظر ضلعها وتصيح خلف الباب: يا زهراء. وإذا بفاطمة يلوح كفها حتى رأوا في المهد شع ضياء. فتبسم المختار حين تبسمت، نطقت ببسم الله كيف يشاء: أنا بنت طه المصطفى، أنا أمه.
أنا للنبي حمامة وحراء، أنا روحه، أنا قلبه، أنا نبضه، أنا جرحه، أنا للجراح شفاء، أنا في العباءة للنساء رسالتي، أنا في العباءة للنساء رسالتي، فلتستعد عباءة ونساء، هذه العباءة لا بنوع قماشها كلا ولا فوق الرداء رداء، هذه العباءة شرطها وشروطها تحت العباءة عفة وحياء. وإذا بفاطمة يلوح كفها حتى رأوا في المهد شع ضياء، أنا بنت طه المصطفى، أنا أمه، أنا جرحه، أنا للجراح شفاء، أنا في العباءة للنساء رسالتي، فلتستعد عباءة ونساء، هذه العباءة لا بنوع قماشها كلا ولا فوق الرداء رداء، هذه العباءة شرطها وشروطها تحت العباءة عفة وحياء، بقيت تلوح للنبي بكفها، أنا للإمامة والإمام فداء، سأناجي رب الكون هذا محسن وجميل أجر المحسنين عطاء، سيكون في يوم القيامة شافعا بدمائه هي هكذا الشهداء، يوم القيامة سوف تسأل دمعتي القوم كيف تجرؤوا وأساءوا، فسواد متني سوف يصبح شاهدا وعلى يدي علامة سوداء، بين الولادة والشهادة فاطم صبر وضلع جنة وبقاء.